تعملي ايه يا تنكة هانم؟ عاملهلك يا حبيبي مفاجأة، مش هتصدق نفسك. تفتكر ايه هي؟ مش عارف ايه بقى. عاملة ايه؟ بعملك عدس يا حبيبي. بص حلاوة العدس وجمال العدس. اه حلو العدس في الجو ده، الجو ساقع كده محتاج حاجة تدفينا. بس هو ليه البصل طويل؟ اه عشان البصل ده بصل اخضر مش بصل عادي. طب وانت حاطة بصل اخضر ليه؟ علشان الصراحة نسيت اجيب بصل معايا النهاردة، وكمان حطيت بطاطس بدل الجزر عشان برضو نسيت اجيب جزر، وحطيت طماطم برضو حلوة. متأكدة ان العدس هيطلع حلو؟ اكيد يا حبيبي هيطلع حلو، لان العدس مش بالحاجات اللي بتحط له، العدس هو طعمه الحلو. وكمان حطلك فيه مفاجأة، حاجة هتخليه بص يبقى طعم طعام. يا ترى حطيتي ايه؟ انا عامله لك يا حبيبي العدس بشوربة النخاع، يعني بص فيتامينات ايه من العدس ومن كمان من شوربة النخاع، وبص حلاوته وطعمته، والعيش الناشف المتحمر كده فوقيه، وكمان عيش كده متسخن كده سخن كده ايه، وشوية نخال اللي يفتحوا النفس. بالهنا والشفا يا حبيبي، دي اكتر حاجة تدفي وكمان مغذية وكمان سريعة. باي باي.